أقوى تحدي يواجه اليوم المغرب هو ضمان الغداء الأمن الغذائي لبلادنا ومواجهة التغيرات المناخية. رغم الاستراتيجيات والجهود المغرب الأخضر والجيل الأخضر إلى غير ذلك، تراجعنا بثلاثة ديال الدرجات مؤشر الأمن الغذائي للأسف. صندوق النقد الدولي أكد على أن المغرب أنهى السنة الماضية بمعدل تضخم بلغ 6.1% ويواجه ارتفاع في أسعار المحروقات، بالإضافة لاستمرار الموجة ديال الجفاف اللي أثرت على الأسعار وعلى يعني الداخلية. هذا المشكل هذا احنا كنحملكم المسؤولية سيد الوزير. فينا هو الإنتاج ديال السكر اللي لا ننتج إلا 40%، اللحوم الحمراء 150 درهم الغنبي، 110 ديال الدراهم البقري، الدجاج سيد الوزير 40 يوم كتوجد الدجاجة، علاش كاين المشكل ديال الإنتاج ديال الدجاج؟ شحال كيحتاج كاع 40 يوم؟ المشكل فيكم أن العلف، هذا المشكل ديال العلف، الفواكه 200 درهم، الصبار سيد الوزير آلاف ديال الأسر اللي ولات متشردة اللي كانت كتعيش على هذه الفاكهة اللي كانت من درهم أقل من درهم ولينا دابا بأثمان بايضة، الزيوت، زيت أرغان اللي ما بقيناش كنشوفوا وصلت ل 600 درهم، اشكال كذلك ديال الزيوت، زيت الزيتون الى اخره. ويجي رئيس الحكومه ويقول لنا بانه كاين الوفره ديال المواد، صحيح كاين الوفره موجهه للخارج، اما اللي هي موجهه للسوق الداخليه بحجه المندوبيه الساميه للتخطيط اللي كتاكد بانه ولات عندنا تراجع في هذا الانتاج هذا. سمحوا لي السيد الوزير، لا المخطط الاخضر ولا الجيل الاخضر، هذه سياسه للاسف ليبراليه متوحشه بامتياز، سجلت واحد الفشل ذريع. قلتوا غتخفوا من التبعيه للتقلبات المناخيه، للاسف حنا مرتهنين لها، للاسف حنا باقيين كنستوردوا الحبوب والبذور الى اخره. المغرب من بين اكبر الدول المستورده في المنطقه. شكرا السيده النائبه.